ألو ألو، عم تسمعني؟ ألو ألو، ما عم اسمع صوتك، كيفك؟ منيحة منيحة؟ تمام. كنت بدي أسألك على شيء، بدي غير الضماد وما عم لاقي الشاش والمعقم. موجودين بالرف اليمين فوق طاولة الحمام، المرهم قرب يخلص، يا ريت تجيب غيره. تمام. أنا أجيت على الضيعة. على الضيعة؟ إيه، أنا بأرز روم، بس خالي في عنده علم. أبي عنده علم، منيح. طيب، لكان رح سكر. شو يعني؟ شو يعني إنه بالضيعة وما خبرتني؟ بس خالي عنده علم. طالما تصرفتي هيك رح أعمل مثل ما بدك وما رح أركض وراكي. لما يكون في شخص عم بيحاول يوضح شي قاله بالغلط، على القليل اسمعيله، مو تروحي تهربي 200,000 كيلومتر. يعني لأني أنقذتها صرت بحبها؟ صدقني لو كان أي حدا تاني بدالك انت عملت نفس الشيء. لهيك لا تخلط بين الحب والشفقة. برأيي لا تاكلها، ما كنت مجبورة تساعدني ابنه، يعني بالنهاية حتى لو كنت حاملة اسم عيلته، أنا وياك منعرف كتير منيح إنه يلي بيناتنا مجرد توقيت.